الله تبارك الله. ها جاهزين؟ اليوم في دبي لاوزتني. اي هذا تسمع، اجي احنا نركب وياك. امشي امشي، لا ما تخوف متعه. ها سويت شيء؟ كهد عليه شاهد شاهد. سويت اي شيء؟ ما اسوي شيء، بس امشي نركب. امشي امشي امشي، ما شاء الله تبارك الله. انا تصعد فوق وتشوف الدنيا كلها. ما تطيح ابن ذا يا استاذ. تحرك يمين يسار سيده على طول. ايه ما تتحرك، ما تتحرك. الله يستر من خايف. امشي امشي يلا يلا يبا. طلع بالاسفل، ما بعد نصعد فوق يا ابو دويش. ما بعد ما بعد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ما شاء الله تبارك الله. تسوي نوري نوري نوري، طل طل منك. شوف شوف الدنيا شلون. شوف شوف وقفت. يا ابو دويش انت خلاص خلاص، لا تطالع لا تطالع لا تطالع. ولو لو 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 في الخيال منظر. حياك 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 يا ابو دويش، حياك حياك. راح راح لا تخاف راح. حياك حياك يا ابو دويش، حياك 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 يا بابا. عندك عندك هلا بابوي. هلا بوكيان. شاب ولا كلمة. تو الناس ايش فيك؟ سلام الناس. كم ساعة عندك؟ هذا بدل ما يقول لنا الحمد لله على السلامة. تدري تدري انه قاعد يدهن عقاله من اليوم؟ لا عمدك. احنا متى تصير ادمي وبتستنى في المواعيد؟ ايش فيك؟ ها؟ ايش تعب ايش تعب؟ اعلمك ايش فيا. ها؟ ايش فيك؟ صاير لك؟ ايش في ذا؟ البيت ذا. ايش فيك يبا ايش فيك؟ طبعا اعلمك ايش فيا. ايش فيك؟ اعلمك ها؟ ايه طبعا الين هالعقال فوق جبدنا. ليش عاد ليش؟ ليش ما تصير سيده في مواعيدك؟ ليش التأخير انت وربعك؟ ايه كم ساعة انا جاي هنا وانت مرقب وانت شباب تمام هدق لعبنا دقيقة دقيقة وانبسطنا. انا بسألك سؤال، انت زعلان عشان المواعيد والانضباط ولا عشان انك جايع والعشاء تأخر؟ فرق يا وطن.
غير غير جابوا عشوهم روحت تفقع الله فهمت. لا اتعبتك الريح ها ادري ادري انا اعرف اللي تعبك ادري ولا والله لو ما العاشي ولا لو جايين الفجر ما تحكي ما هو همني فيك المبطح داخل يلا راح نوقف الموتر واجي يلا يلا بعد امر بكره يا ابو دويش يوم الجمعه يوم فضيل والصدقه فيه أجرها عند الله سبحانه وتعالى كبير والرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم شي يقول يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كيف يا أبو دويش إذا كانت الصدقة لمرضى جمعية الكبد السعودية كبدك عندها مشروع مشروع مساعدة مرضى الكبد بشكل مجاني في جميع مناطق المملكة. تدري تكلفة عملية زراعة الكبد للمريض الواحد 400,000 ريال؟ جزاهم الله خير والله. ونسبة نجاحها تسجع على وجه الحياة. عمل كبير وعمل في خير وبمبلغ زهيد. كيف اشتريك؟ عنك وعن والدينك تحسبها وفي ميزان حسناتك ويستاهلون والدينا ان احنا نهديهم لو عمل بسيط. الاشتراك يا ابو دويش بسيط جدا في ثواني. ارسل ديك للرسائل قل له ارسال خلاص اشتركنا بريال واحد يوميا قد تكون تدخل الجنة بسبب هالريال ده.